السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله تعالى راح نديرو درس جديد من الموديل تاع الاناتومي اللي هو ايتيد دي برينسيبو تيسي، يعني دراسة الانسجة الاساسية اللي متواجدة في جسم الانسان. بطبيعة الحال الجسم تاع الانسان لازم يكون مكون من انسجة، كل نسيج والخدمة تاعو. والدرس هذا يصنفوه ضمن موديل الهيستولوجي، والهيستولوجي هذه هو فرع من الاناتومي اللي هو علم الانسجه، والمعنى تاعو هو دراسه التشريح المجهري للخلايا وانسجه الكائنات الحيه، وبالاخص اليوم راح نديرو انسجه جسم الانسان. وقبل ما نبداو ما تنساش دير ابوني في الانستغرام لموقع القناه، وراح تلقاو فيها مفاجات ومعلومات كثيره. يعرف جسم الإنسان بأنه عبارة عن المادة الفيزيائية للكائن البشري، ويتكون من خلايا حية ومواد خارج الخلية منظمة في أنسجة وأعضاء وأجهزة. وتعد الخلية هي الوحدة الحية الأساسية لجسم الإنسان في جميع الكائنات الحية. وعادة ما يتكون جسم الإنسان من عدد كبير من الخلايا، كل منها قادر على النمو والتمثيل الغذائي والاستجابة للمنبهات. وعلى الرغم من وجود حوالي 200 نوع مختلف من الخلايا في جسم الإنسان، فمن الممكن تجميعها في أربع فئات أساسية، بحيث تشكل هذه الأنواع الأربعة الأساسية من الخلايا إلى جانب موادها خارج الخلية والأنسجة الأساسية لجسم الإنسان. ومن خلال المقال سيتم التعرف بشكل مفصل عن أنسجة الجسم البشري وأنواعها. Définition des tissus. C'est l'ensemble des tissus semblables, c'est-à-dire identiques par leur forme, leur structure et leur physiologie. On distingue quatre types de tissus: tissu épithélial, tissu conjonctif, tissu musculaire et tissu nerveux. قالك لو تيسي هو مجموعة من الأنسجة المتشابهة والمتطابقة من خلال الشكل والبنية والوظيفة. لي تيسي هادم ينقسموا إلى أربع أنواع. كاين الأنسجة الظهرية لي تيسي إبيثيليال، الأنسجة الضامة لي تيسي كونجونكتيف، الأنسجة العضلية لي تيسي ميسكولار، والأنسجة العصبية لي تيسي نيرفو. نروحو درك نشوفو كل نسيج والمميزات تاعو والوظيفة تاعو لوغ فونكسيون. نبداو بلي تيسي إبيثيليو، يعني الأنسجة الظهرية. قالك لو تيسي إبيثيليال إيتان أنسومبل des cellules juxtaposées solidarisées par des systèmes de jonction et séparées du tissu conjonctif par une membrane basale. قالك لو تيسي ايبيتيليال ولا النسيج الظهري هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتجاورة المرتبطة مع بعضها بواسطة نظام تواصل خاص، ويفصلها غشاء قاعدي عن النسيج الضام. نلقاو فيها لام بازال اي كوريون. لو لام بازال اللي هي الطبقة القاعدية. قالك سيت اون كوش سيلولار فورمي دو كولاجين اي غليكوبروتيين، يعني هي طبقه خلويه تتكون من الكولاجين والبروتينات السكريه. نروحو للكوريون اللي هي المشيمه. سيت ان تيسي كونجونكتيف سيغ لوكيل روبوز ان ايبيتيليوم، يعني هو النسيج الضام اللي تستقر عليه الظهاره. Il existe deux types d'épithélium، يعني يوجد نوعان من الظهاره. كاين النوع الاول لي زيبيثيليوم لي غوفيتمون، وكاين النوع الثاني لي زيبيثيليوم غلانديلار. نبداو بلي زيبيثيليوم دو غوفيتمون. قالك il forme la surface du corps ainsi que le revêtement du cavité de l'organisme، يعني ليبيثيليوم دو غوفيتمون هذا يشكل سطح الجسم والتجويف تاعو من داخل، سطح الجسم اللي من برا جلده يعني اللي من برا، والتجويف اللي من داخل. Les épithéliums de revêtement peuvent être، يعني قالك من الممكن ان يكون لو تيسي دو revêtement من الشكل، سواء لا فورم دو لا سيلول يعني الشكل تاع الخليه، سواء لو نومبر دو كوش سيلولار يعني عدد الطبقات الخلويه، سواء لا ناتير دي ستركتور سوبرفيسيال يعني طبيعه الهياكل السطحيه، ولا يكون من الشكل تاع ليلابوراسيون دون سيبستانس بارتيكولير يعني ماده معينه، يتكون من ماده معينه. نروحو درك الوظيفة تاعو لو تيسي دو غوفيتمون سي فونكسيون،
يعني الوظائف تاعو. سي لا برو لا بروميير فونكسيون سي لا بروتيكسيون ميكانيك دو ميليو اكستيريور كونتر لا شالور لو فروا لي راديياسيون اي لي شوك سيتادير ليبيديرم دون ليبيديرم. يعني قلت الحماية الدور تاعو هو الحماية الميكانيكية للبشرة من الحرارة والبرودة والإشعاع والصدمات. دوزيام فونكسيون سي لا بروتيكسيون شيميك كونتر لي زونزيم لي سوبستانس توكسيك اي لاش سي ال سي ليبيتيليوم غاستريك. يعني عنده دور ثاني اللي هو الحماية الكيميائية ضد الإنزيمات والمواد السامة كيف النسيج اللي جاي في الاستوما من داخل هذاك باه يحميها من لاسيد كونتر يحميها من لاسيد تاع الهضم. الوظيفة الثالثة قالك سي لابسوربسيون اي لا ريسوربسيون سيلول ايبيتيليال بريزماتيك دو كانال انتستينال، يعني الخلايا الظهرية تاع القناة المعوية اللي يتم فيها الامتصاص. الوظيفة الأخرى سي ليكسكريسيون سي سي تادير لي سي سيلول دي ليستوما، يعني الإفراز في الخلايا تاع ليستوما. اي لا دينيير فونكسيون سي لا ريسيبسيون دي ميساج سونسوريال دون لي سيلول اوديتيف اي لي سيلول جوستاتيف، يعني استقبال الرسائل الحسية كيف تاع خلايا السمع وخلايا تاع الذوق. نروحو للنوع الثاني لي تيسيو ايبيتيليال اللي هو لي زيبيتيليوم غلانديلار، يعني الظهارة اللي جاية في الغدد. اول حاجه قال لك لي سيلول دي زيبيتيليوم سو سون لي سيلول دي بيتيليوم غلانديلار سون ريغروبي اون غلاند ال الابور دي سوبستانس اي لي ريجيت اور دال، يعني قال لك تتجمع خلايا الظهر الغدديه في غده واحده. دونك ايل سون كلاسي سولون، يعني يكونوا مصنفين على حساب لي غلاند تيبيلوز اللي هما الغدد الانبوبيه، لي غلاند اسينوز نقولوا لهم غدد اسينار، كاين لي غلاند ترابيكولير جو نو سي با كومون لابيل اون اراب، كاين لي غلاند ريتيكولي اللي هما الغدد الشبكيه، كاين لي غلاند فيزيكولير اللي هما الغدد الحويصليه كيما تاع المراره، كاين لي غلاند الفيولير اللي هما الغدد تاع الاسناخ تتكون من الاسناخ. نروحو دركا لو مود دو سيكريسيون، يعني طريقه الافراز تاعهم هذوما لي زيبيتيليوم غلاندولير. يعني كي نقولوا حاجه غدادية اللي هما غلانديلار بيان سور راح تتعلق الوظيفة تاعها بالإفرازات. يعني هنا لا فونكسيون دي بيثيليوم غلانديلار سي تادير هي سيكريسيون، يعني إفراز. نبداو في لي غلاند اكزوكرين اللي هما الغدد الخارجية. قال كونتيان دي كانو اكسكريتور، يعني تحتوي على مجاري إفرازية. كاين لي غلاند اندوكرين اللي هما الغدد الصماء، قالك نو كونتيان با دي كانو اكسكريتور، يعني الغدد الصماء ما عندهاش مجاري افرازيه. وكاين لي غلاند انفيكرين على فوا اكزوكرين اي على فوا اندوكرين، قالك كل مره وكيفاه تخدم لي غلاند هادوم، خطره تخدم افرازيه وخطره تخدم صماء. نروح لعنوان اخر دركا قالك دوتر تيب دي بيتيليوم، يعني انواع اخرى من الظهاره. كاين لوندوثيليوم اللي هو البطانه، قالك ايبيتيليوم سامبل كومبوزي دون كوش سيلولير فين تابيسون لا فاس انترن دي كافيتي دو كور اي دي فيسو سانغا. يعني قالك لوندوثيليوم هذا هو ظهاره بسيطه تتكون من طبقه رقيقه من الخلايا تبطن السطح الداخلي لغرف القلب والاوعيه الدمويه، تكون في القلب من داخل اللي تغلف الاوعيه الدمويه. كاين النوع الاخر لاميكوز اللي هي على شكل غشاء مخاطي، قالك ايتون مومبران دو ريفيتمون دورغان اون غولاسيون افيك لو ميليو اكسترن، يعني هو عبارة عن غشاء مطلي بالاعضاء بالنسبة للوسط الخارجي. نروح درك للنوع الثاني باد لي زيبيتيليوم دو ريفيتمون، كاين لي زيبيتي كاين لي تيسي كونجونكتيف اي دو سوتيان. بعد لي تيسي ايبيتيليال كاين لي تيسي كونجونكتيف اي دو سوتيان، يعني الانسجة الضامة والداعمة. كونجونكتيف سي تادير ضام، دو سوتيان يعني داعم يدعم. قالك لو تيسي كونجونكتيف اي لو سيبور ستركتورال اي ميتابوليك دي زورغان اي تيسي دي كور، il assure des fonctions de nutrition, de défense et de soutien.
يعني النسيج الضام هو الدعم الهيكلي والتمثيلي أو التمثيل الغذائي لأعضاء وأنسجة الجسم. الدور تاعو النسيج هذا هو توفير وظائف التغذية لا نوتريسيون، والدفاع لا ديفونس، والدعم لو سوتيان. لا ستريكتير دي تي سي كونجونكتيف، هذا يعني الهيكل والبنية تاع لو تي سي كونجونكتيف أو النسيج الضام. قالك لو تي سي كونجونكتيف اي فورمي دو تروا كونستيتيو برانسيبو، ماتريال اكسترا سيلولار لي فيبر اي لي سيلول. يعني النسيج الضام هذا يتكون من ثلاث مكونات رئيسية أو أساسية، اللي هي مواد خارج الخلية، ألياف وخلايا. نحن ما نتعمقوش فيهم، نعرفوا أنه يتكون من ثلاث مكونات أساسية اللي هي مواد خارج الخلية والألياف والخلايا برك. بعد لا ستريكتور كاين لي كاركتيريستيك تاع لو تي سي كونجونكتيف، يعني الخصائص تاع لو تي سي كونجونكتيف أو النسيج الضام. قالك انيرفي سوف كارتيلاج، يعني طبيعته عصبي باستثناء الغضروف. اريجي سوف كارتيلاج، يعني النسيج الضام يكون راوي معمر ماء فيه الماء. لا كاركتيريستيك الاخرى ابسون دي سيرفاس ليبر تيل كو لي كافيتي كوربوريل سوف كافيتي ارتيكولير، يعني غائب عن الاسطح الحره مثل تجاويف الجسم باستثناء تجويف المفصل. لا ديرنيير كاركتيريستيك قالك اوكان كونتاكت افيك لونفيرونمون، يعني ما عندوش اتصال بالبيئه الخارجيه، مش جاي على برا. نروح درك لا فونكسيون، يعني الوظائف تاع النسيج الضام. لا بروميير فونكسيون قالك اسيغ لا كونيكسيون دو ليبيتيليوم او غاست دو لورغانيزم بار لامبازال، قالك يضمن اتصال الظهاره ببقيه الجسم عن طريق الصفيحه القائديه. Deuxième fonction, structure par os de cartilage. يعني عنده وظيفة هيكلية عن طريق الغضروف العظمي. Troisième fonction, c'est le stock d'énergie par le tissu adipeux. يعني خزن الطاقة في الأنسجة الدهنية. Et la dernière fonction, c'est le transport de matière par le sang. يعني ينقل المواد في الدم إلى أعضاء الجسم أو خلايا الجسم. قلك إلي كونستيتوي ديليمون سيلولار، يعني يتكون من انسج يتكون نسيج الضام من عناصر خلويه اللي هما لي فيبروسيت، الخلايا الليفيه سيتادير لي سيلول سو فورم ايطوال، وهما خلايا على شكل نجمه. يتكون ثاني من ديزيستو استيوسيت اللي هما الخلايا النسيجيه، قال لك سي دي سيلول موبيل بار بار اكزومبل لي فاجوسيت، يعني هما خلايا متنقله كيف البلعوميات. للخلايا النسيجية هذم هم خلايا متنقلة كيف البلعوميات. كاين لي زاتيبوسيت اللي هما الخلايا الشحمية، نلقاو فيهم لي ليبيد اللي هما الدهون، وتتكون أيضا من عناصر ليفية اللي هما لي زيليمون فيبغو، ويتكونوا لي زيليمون فيبغو هادو يتكونوا من دي فيبر دو كولاجين كيف لي توندون اي لي ليغامون، يعني يتكونوا من الياف كيف تاع الوتر والرباط اللي يجيو بين المفاصل. يتكونوا ايضا من دي فيبر الاستيك اللي هما الالياف المرنه كيف تاع لي بومو اللي هما الرئتين، وتاع لابو اللي هو الجلد. ايضا يتكونوا من دي فيبر ريتيكولار اللي هما الياف شبكيه كيف تاع لا موال اوسوز روج اللي هو نخاع العظم الاحمر، وتاع لارات اللي هو الطحال. نروحو درك العنوان اخر اللي هو تصنيف الانسجه الضامه، سي لا كلاسيفيكاسيون دي تيسي كونجونكتيف. كي نجيبو ولا نجيو نشوفو، نلقاو الأنسجة الضامة تتفرق وتنقسم إلى ثلاث أقسام، كل قسم والميزات تاعو. نبداو بالقسم الأول اللي هو لي زيليمون كونستيتيتيف دي تيسيال. دي تيسيال هادي اختصار تاع كلمة تيسي كونجونكتيف فلاش، معناتها المكونات الأساسية تاع النسيج الضام الرخوي. نلقاوه او نيفو سيلولار، يعني على مستوى الخلوي. قالك ال سون ابولي فيبروسيت استيوسيت ايزا ديبوسيت، يعني عيطولهم خلايا ليفيه او خلايا نسيجيه وخلايا دهنيه او شحميه. نلقاو ثاني لي فيبر اللي هما الالياف كيف لي فيبر دو كولاجين اي لي فيبر الاستيك. واخيرا نلقاو لا سيبستانس فوندامونتال. نروح درك للقسم الثاني اللي هو
لي زيليمون كونستيتوتيف دو تي سي دي. تي سي دي هذه اختصار كلمة تي سي كونجونكتيف دونس، يعني المكونات الأساسية تاع النسيج الضام الكثيف. قالك كونتيان دي سبستانس فوندامونتال اي دي سيلول مي بوكو دو فيبر اي دو فيبر دو كولاجين اي دو فيبر إلاستيك، يعني يحتوي النوع هذا تاع التيسي الضام الكثيف على مواد وخلايا أساسية، لكن الأكثرية تاعها تكون من شكل ألياف دو كولاجين، ألياف دو كولاجين والألياف المرنة لي فيبر إلاستيك. وأخيرا وصلنا للقسم الثالث اللي هو لي زيليمون كونستيتوتيف دو تيسيا. اختصار تاع تيسيا هذه جاي من الكلمة أو من الجملة تاع تيسي كونجونكتيف أديبو، يعني المكونات الأساسية تاع النسيج الضام الشحمي أو الدهني. قالك en nombre égal de substances fondamentales et de fibres mais beaucoup des adipocytes، يعني يتكون من عدد متساوي من المواد الأساسية والألياف، ولكن الأكثرية تاعها تكون خلايا شحمية. كملنا الدرس تاعنا، اللي ما فهمش دوك نفهمك ملخص خفيف ظريف بالعربية. قلنا ملخص القول أنه في الجسم تاع الإنسان كاين 4 أنواع من الأنسجة. كاين النسيج الضام اللي هو تيسي كونجونكتيف، كاين النسيج الظهري اللي هو تيسي إبيتيليال، كاين النسيج العضلي تيسي ميسكيلر، وكاين النسيج الآخر اللي هو النسيج العصبي لو تيسي نيرفو. في الأنسجة العصبية والعضلية ما كانش معاهم مشكل، سهلين خلاه. قال نسيج عضلي تيسي ميسكيلر، نسيج عصبي تيسي نيرفو، عنده مميزات وعنده الوظيفة تاعو. لكن المشكل المطروح على لي تيسي كونجونكتيف ولي تيسي إبيتيليو. دوكا نشرحوها. نبدأ أولا بلي تيسي إبيتيليو، نلقاوه مقسومين إلى نوعان. النوع الأول هو لي زيبيتيليوم دو غيفيتمون، نلقاوه يشكل سطح الجسم لي من برا والتجويف تاعو ويفرز مادة معينة. الوظيفة تاعو أنه يحمي البشرة من الحرارة والبرودة والإشعاع والصدمات. وثاني يحمي بعض الأعضاء اللي تتكون من أحماض كيف الاستوما فيها حمض الكلوريدريك تاع الهضم، ولكن نلقاو ليبيتيليوم دو غوفيتمون يغلفها من داخل باه ما يصراش غاستريت اللي هو التهاب المعدة. وأيضا عنده وظيفة أخرى اللي هي استقبال الرسائل الحسية كيف تاع السمع والذوق. نروح الآن للنوع الثاني اللي هو ليبيتيليوم غلانديلار، يعني النسيج تاع الغدد. نلقاوه مغلف الغدد والمجاري تاعها، المجاري الغددية كيف تاع الغدد الصماء والغدد الإفرازية. ثانيا بعد لو تيسي كونجونكتيف كاين لو تيسي بعد لو تيسي ايبيتيليوم كاين لو تيسي كونجونكتيف اي دو سوتيان. هو نسيج ضام، الخدمة تاعو هي الدعم الهيكلي والتمثيل الغذائي لأعضاء وأنسجة الجسم، وكذلك الخدمة تاعو هي توفير التغذية والدفاع والدعم للجسم. عنده وظيفة أخرى أساسية أنه يخزن الطاقة في الأنسجة الدهنية وينقل المواد في الدم. هذا هو ملخص درستنا كامل في 2 جملات مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.